أنا جيجي برتها فديا عروت برتها أيام كوي من أيام واحد كده واقعي أنت تكبر مليك أرسل عنك ساعي قبته ولولته بيزك عرسه وحلقه حلقة بيدا أنا بيدو عرسي ويفعله عري شامو تكبر سعسي ليك تدور سلو عري هدي أرسنال أبو مان سيتي أبي بربر هيسو أبي لقى بديا عوا ملورن كراتر تنكي ساسي لكن مانشستر سيتي واحد دون سعوني أرسته واحد دون مانشستر سيتي عاو إني كود كودعده وأي تختو لحد نيو. إلى أنتي بتضاود يا الملك السود عفها جدا نقلة كان قاسن وحق سود وتنقلب كين في نقين تعيارها ما أنت وحق كود مستعجلة كل ما ضح يسح على تعيا هريال كود كان إنجليز كي بريمير ليجا ما دامه مربو مركز ميسا لوسيو دوانيو كبدا كوب كهريال كهريال كإنتل كي إنجليز كي بريمير ليجا كل ما ضح يحس الجنية يلين وصلوا سودو عوا كل ما يحس بدن بشرة كوحه بال قبل عيود عياريا. بسم الله الرحمن الرحيم حدود الحو بريم ليجا قبل جبهة الوتر وحلا ياريا كل ما يصير هاد ستيلا جهاد بمكان هريا مركب مع هذي دوا كل ما أدرك مر مركب ما يسوى يعني وكسي تريا صدق هذا كحول ليفربول مانشستر سيتي أرسنال مع هذي وحمو قتها ما كيجوا ياريا المهياني ما كحاح كل ياريا إني أنت بعلمني كوح الدبع لو مساي إذا كوح كل عيارس ويجا أنا هين إن دبع الكعب حلا أما كحق وذا أما لبذا الدبعات أما اللقاب ديس تحت الدبعات كوش نوع مش هذا مترتك ستحكو حلو رحيو إن لوت التاني حلو عيارس نار شكرا كبر كا واحد عيار يا أستنفيليو مانشستر أستنفيليو عيار مانشستر سيتي وثمان كي روعة أما ثمان كي شيطان مرة إن ولا بذا كون يبرد فوريو برد iyo kuwa soo xamaanaan kuma fadhiyaan adu labada kulan baa uga ayaa ah laba kulan oo inay adag marka laga tago kulamada haween dambe Sheffield United iyo Liverpool iyo Manchester United iyo Chelsea dhawaye kulamada Arsenal iyo Man City ayaarayaan madama dagaal adeegna uu ka taagay horyaalka dalka Ingiriiska Premier League labada kooxna maalinta dhaweyd Etihad Stadium dhibaadhibaac ku kala qaateen bal kulamadan caawa maxay ugu dhigay waxay ugu dhigay yihiin inay xasuusto mooyane een kulankii hore Luton Town oo ayareen Arsenal ee la joogay garoonka Luton Town waxa lagu kala bidiyay 4-3 markasta Arsenal baa gol ku horreeyay Wolves Brighton way ku horreeyay Wolves Brighton akhirkii ayda laba baayda la istahay waqtiga dabadeeto ku soo aruray Arsenal 3-3 ba ka dhigtay daqiiqadii 96 ayaa face ka array ayaa face 4-3 ku dhamaatay ayaa ku dhamaatay tirqo ka baxeen حقا أستافيليو ما سيتي أستافيلي بثي أولي من اللو أول شكتي ما سيتي نكسو تبارين مغنى تشوشي مغنى دي سوالو فرحي سيولي ما سيتي قرون كي بحاجة أستافيلا عاوة أستافيلا وحي دونيسا إني كانت الأفرات سيحقا جستو وسقاليو حليل هاي كتر دواد وتدهم بحالي لقابت وعيار باقوتي وهي هي لكيسا ما سيتي وحي دونيسا عاويني عارستو واحد دول سمارت سيتي او اني كود كود عدو واي تختو لحد نيو تطور واحد حق اني ارسنال دول سي تختو لحد نيو ستيد واحد ومركا هوغانكا سي كومل غار دمو كو قبطو مركا ارسنال قبا يعرف عمي كو جيرتا ان كاستو يرد باتو تعيات بلتو سيتي يا تود دو سو كاين ساكو دبيو عيات دو داو لو ساري وا خول لي وياي عاوا برتين لو ياريا ادك ما قلمت تو مركا عا وحن رجينا هادين سوارنو إن أرسنال عاوي بدل كرسو لبيو إبر إلا ستحيو ركو بدل كرسو وقاب إيرس كيدا كسير حيستو وحارو تشينا إن سيتنا إي بسو إن بريتفور يو يعني بريتونا ساسيلك مكا محاي دي يعني وسيداس دي كلمة بحكا وحال سوق يوه كلمة هبين دبي والوات هاي هاد دي أرسنال عبا مان سيتي يعني باي بربر حيسو عم بيلا قبا دي عاوة مالوران كراتر تنكي ساسيكي قهاريسو السؤال فعمل وديسي ee san ninka ku soo dulmaray waxaan ku wari kooxaha waawaneeyay bas qabanaya kooxda koox yar qabato maadaama kulanka sidoonaad la galiyo dhibaatoas ku soo noqonayso caaw Arsenal oo liiga u tirtay masaa oo ilaatay u talabooda isbaraajeen hadii caaw ay Luton Town qabato oo Luton bid ka arrasa waa xiliga waxa la gaaray biida ayna biido arrasi way faalo arri chaamoo tii qabso si liiga ta doon si loo arri samka laga tago awl luuto ton hadii qabato iyo arsan garoonka joogta aniga iga barta fadhiya
أروت برتاس أيام كوي من أيام واحد كده واقعي أنت تكبر مليك أرسل عنك سعي سيت كل العاب هذه اللي قبته هل كسان كوي من أيام يين نوح كسرية ترت تكبر مليك كبعد نوح السوق يشر في ليفربول ليفربول لا إدته هيبلسه نوح سيف بحال عندي السوق ليا إنه بريمجنا إنه ليفربول قاتو واحد السوق ناوي كنا كحد هذا الهيلا أحد نهدي بلبس ليفربول باشي يقول أو أنا يقول لقبتي waxaan ku dhawaaqnaa ilaa Premier League intaas si daawad yar waxaan ku soo gabagabeynaa qodobkeena falanqaynta ciyaaraha waxaan ku eegaynaa kulamada maanta dhacay ee horyaalka wadanka Ingiriiska Premier League kooxaha Man City iyo Arsenal oo kulamo muhiim ah isla markaana kamid ah kooxaha sida weyn ugu tartamaya inay ku guuleystaan horyaalka dalka Ingiriiska Premier League falanqayn Maxamed Cawl baa qayb qaadanay tan ku tartamayna kali ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmil waxay ku diyaarisay adeeg internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilisteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121